وجزئيه ان هم اكيد في اخر مباراه، يعتبر دي في اخر مباراه في نهايه الموسم، بيباركوا لفريق النادي الاهلي حصوله على البطوله، وان الفريق قام بدور مهم جدا او اللاعبين قاموا بدور مهم جدا خلال الموسم. ان كان هي دي كره القدم، انت ساعات بتكسب ساعات بتخسر، ولكن احنا حصلنا على البطوله. لك ان تتخيل بعد 11 عام انت بتخسر من نادي الزمالك، يعني 3994 يوم النادي الاهلي لم يخسر من نادي الزمالك في بطوله الدوري الممتاز. واكيد كرة القدم هي زي ما احنا بنقول مكسب وخسارة، لكن هارد لك للنادي الاهلي النهارده، وفوز لنادي الزمالك مبروك ليه. كابتن عادل، كنا بنكمل كلامنا عن اللقاء وجزئية الاسباب الخاصة لخسارة النادي الاهلي. يمكن الكابتن حسام، انا قبل ما نروح له كنت بتكلم في حتة ان النادي الاهلي نزل في بداية المباراة كان يعني في عارف احساس بانه هيكسب المباراه، ما ادوش نادي الزمالك حقه في اول المباراه، سرقوا بلغه كره القدم، سرقوا بهدف، والهدف الثاني وراه على طول من اخطاء، يعني انا بعتبرها اخطاء عدم تركيز او اعداد نفسي جيد ليهم في المباراه دي. حسوا ان هم ممكن يكسبوا نادي الزمالك في اي وقت. انت لسه بتتكلم على احصائيه 3000 يوم، فالجيل ده كله حاسس كام؟ 3994 يعني، فاللعيبه حاسه ان هي ما بت... نادي الزمالك ما بيكسبهاش خالص. ما دي بقى تفرق يا كابتن، درس كبير طبعا، درس كبير جدا، ان كره القدم ما تستاهل، يعني كون الزمالك رابع او ثالث ما لازم برضو نادي الزمالك لازم تعمل له حساب. نادي الزمالك النهارده احترم نفسه قوي، يمكن في كره القدم، انا بتكلم على كره القدم يعني على التكتيك، على المستوى التكتيكي. يمكن اتكلمت معاك قبليها قلت لك الكابتن خالد جلال استفاد من ايهاب جلال في الدور الاولاني، نازل متحفز جدا. يمكن العنوان الاولاني اللي انا قلته لك ان النادي الزمالك متحفز ونادي الاهلي نازل بنفس تشكيله ونفس شغله ونفس، ما غيرش في حاجه خالص، ثقه يعني. وفي الاخر بقول مبروك لنادي الزمالك المكسب. الحاجه الثانيه المهمه قوي اللي انا عايز اقولها، يعني انا يعني من الحاجات اللي حزنتني النهارده في المباراه كل، يعني ان هم ما ساعدوش الحكم. احساسي ان اللاعب المصري دي من جوايا يعني بجد، اللاعب المصري لاعب زيه زي العادات المصريه اللي احنا بنعملها، حب البرنيطه جدا، يعني بيهتموا بحته البرنيطه، لو حكم اجنبي محدش هيتكلم. النهارده شفت لعيبه النهارده على مستوى مش الروح الرياضيه خالص، يجروا على الحكم، يتكلموا على الحكم، يروحوا للحكم، يعني تبقى في حاجات واضحه. لا يعني ولاعيبه منتخب، يعني انا عايز اقول لك طارق حامد مثلا النهارده المفترض يطرد من اول المباراه. دي انا يمكن الكابتن سمير عثمان يمكن هيوضح الامور، هيكون معاك، ولكن انا بتكلم على اني يعني احنا التجربه بتفشلونا فيها ليه. انا شايف ان التجربه جيده انك تحط حكم مصري، يعني هنفضل نصرف فلوس ليه كتير ونفضل نعمل، اما اللعبه الحكم المصري يشتغل، والحكم كان كويس، يعني انا شايف ان هو حكم كويس، لكن اللعيبه نفسها هي اللي ادت للاداء ده. بس انا شايف ان الحكم لو كان طرد واحد واثنين في بدايه المباراه كان ممكن يعدل الامر اكتر من كده، لان اللاعبين انا حسيت النهارده ان هم يعني متحفزين قوي. وانا في رايي لعيبه الزمالك كانوا اكتر تحفز للحكم، اي كوره يجروا عليه، ودي من الحاجات اللي انا بعتبرها مش جيده في كره القدم ومش حلوه في كره القدم. لو كان حكم اجنبي وحد جه عليه كده كان خد 5 6 انذارات احمر وحاجات كده وطلعهم بره، وكانوا الناس كلها قالوا يا سلام على التحكيم. لكن انا شايف ان الحنف النهارده أدار مباراة فنيا من وجهة نظر المتواضعة، إن هو كويس جدا ونجح فيها يعني. وإن كان فريق نادي